سعيدة جدا بهذا التكريم، لأن كنشوف تشجيع وتحفيز أمام مقامات كبيرة اللي هما عزيز داداس ودريس الروخ. سعيدة لأن هاد السنة كان شي غالي على السينما أكثر، يمكن بعد شي شوية من التلفزيون مشيت خدمت ثلاثة ديال لي لون ميتراج آخرها مطلقات الدار البيضاء اللي حاليا كيدور في السينما ميغاراما. الوغ مني جا هاد التتويج فرحت به بزاف وكنتشرف به، وجا من مدينة اللي عزيزة على قلبي اللي كنت كنحضر ليها المهرجان المسرحي. يمكن ما كملوش الدورات، ما حضرت يمكن الدورة الأولى والثانية، ما عرفش دابا فين وصل المهرجان، ولكن دابا مني كنشوف مهرجان السينما وصل للدورة السعود صمتوش انورميمونس. ماشي سهلة ان في المدن الصغرى تحافظ على هاد الشعلة وعلى هاد التظاهرات الفنية والثقافية اللي باش تعيش وتوصل لتسع سنين، وان شاء الله نجيو ليها في 19 و90 عام و900 علاش لا. فكنشد بحرارة على ايدي المنظمين، شكرا لصاحب الجلالة لانه افتتح ودشن هاد المؤسسة مالكنا الله ينصرو. واو على مؤسسة كاينة هنا في بنقرير عادشي كتبورش، يا ربي العقوبة لمدينتي إن شاء الله بن سليمان نشوفوا فيها تاهو بحال هاد الصرح، يا ربي فين يقراو ولاد الإقليم وفين يجيو ناس برانيين، لأن أنا عرفت أن هاد المؤسسة ما كتحتضنش غير الولاد ديال بنقرير وإنما كيجيوها الناس من المغرب كامل. عموما الذكاء الاصطناعي في أي مجال ماشي غير الفن ممكن يغطي واحد الجانب من المجهود ديال الانسان، ولكن ما يمكنش يلغي المجهود البشري، ما يمكنش. الذكاء الاصطناعي شكون صايبو بعدا؟ راه صايبو بشر. فكنقول ان غيكون عنده دور مهم الا تستعمل بالشكل الجيد، ولا تستعمل بالشكل السيء غادي يكون عنده تاثير اللي ما زوينش. ديما في مجال ديال لينوفاسيون كنقولوا يا ربي داك الاختراع كيما بغى يكون يطيح بين ايدين امينه. حنا دغنيوم بدينا كنشوفوا مثلا اشرطه قصيره كتصور وكيستعملوا فيها لي زيفي اللي هما جدادين علينا، واحيانا كيتم استحضار مثلا شخصيات اللي توفات وكنشوفوها حيه وكنشوفوها كتحدث كتخلع كتقول تخيل لو هاد التقنيه تستعملات بطريقه مغايره فين ممكن توصل. فانا هاد السنه يمكن بصح تقاتلت باش نقدر نحضر، حيت كل سنه كان كيكون عندي شي امبيشمون ما كنقدرش، وهذاك النهار بالضبط وحق الله كان عندي عرض مسرحي الصباح وجديت الطريق عشيه لمراكش، وبيان سور غنبغي نفرح بقفطان بلادي. حنا كنشوفوا بلدان واحده اخرى كدير السطو على تقاليدنا، كتاخذ لينا لباسنا اغانينا كتنسبها ليهم جليجنا، ماش اش غيديو لينا اكثر؟ زعما تلمون سطو حقير وقح وسمحوا لي على لو تيرم. فعلاش انا كمغربيه ما نتغناش بقفطان بلادي؟ ففرحت اني لبس قفطان مغربي وخلى واحد الصدى زويون عند الناس. هو صنع ديال حريفيه مغربيه، تقاتلوا بزاف ديال الاسر المغربيه عايشين بالخياطه، اللي كيدير الصم اللي كيدير السيفه اللي كيدير الطرز، فاي حريفي كيخدم القفطان سير اخويا الله ينصرك واشدوا على يديك بحراره. المهرجان ديال السينما في الدوره ديالو التاسعه، هاد المهرجان اللي كنتمناو ليه المزيد من التألق والاستمراريه، والصراحه اللي نال اعجابنا بزاف نظرا للفقرات اللي كانت متميزه والتنظيم المحكم. فكنوجه تحيه كبيره لاداره المهرجان على كل المجهودات اللي كيقوموا بها من اجل الاستمرار في هذا المهرجان هذا، واللي كيعطي واحد الاشعاع كبير لمدينه بنقرير. شكرا للمواقع الصحفيه على التتبع ديالهم لهذا المهرجان هذا والحضور ديالهم بكثافه في الانشطه اللي من شانها انها ترفع من المستوى الفني والثقافي لمدينه بنقرير. صراحه انا تفاجات بهذا المعهد المتعدد الاختصاصات، يعني اللي كيتوفر على واحد القاعه اللي كبيره بزاف ومتميزه على الصعيد الوطني. فربح كبير لهذه المدينه تكون عندها قاعه من هذا الحجم هذا ومؤسسه من هذا الحجم هذا. فانا ما عليا الا نكون فرحان بتواجدي هنا معكم ومع الزوجه ديالي في التكريم ديالها في هذا المهرجان. نقول لها مزيد من التألق ومزيد من العطاء. فمونيا المكيمل فنانه متميزه اللي زعما كافحات من اجل الاسم ديالها ومن اجل الاسم ديال المدينه ديالها، وهي كتعتبر سفيره ديال مجموعه من الشباب اللي ناضلوا في المغرب، يعني في مجموعه من المدن اللي صغيره وكيحتاجوا فرصه. فمونيه كافحات باش توصل، وحنا كنعتبروها اللي سفيره ديال الفنانين الشباب المغاربه. وانا كزوج الفنانه مونيا المكيمل كنعتز بها وكنقول لها الله يخليك ليا والله يخليك لوليداتك يا ربي.